يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الدورة الشهرية للمرأة 7 أيام وزادت عليها إلى 15 يوما، فهل تغتسل وتصلي بعد اليوم السابع أم لا؟ لا، تزيد العادة وتنقص إلى حدود 15، تزيد قد تزيد إلى 15 أو تنقص إلى حد يوم وليلة. العادة ما هي مضطردة، قد تزيد وقد تنقص وقد تتأخر وقد تتقدم، فما دام عليها دم متجانس هو دم الحيض فإنها تستمر إلى 15 يوم. نعم.